هلو هلو، يوم جديد، يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. النهاردة قبل ما أتكلم عن الوصفات، النهاردة 8 مارس هو يوم المرأة العالمي. شهر مارس كده بيحتفلوا بالمرأة، لأنه برضو ب 21 مارس عيد الأم. هنحتفل إحنا معاكم طبعا بميز شو بحلقة مميزة جدا قبل عيد الأم ويوم عيد الأم إن شاء الله. عايز أقول لكم عيد أو International Women's Day، يوم المرأة العالمي. تحية لكل النساء حول العالم، تحية لكل النساء اللي تعلمنا منهم، اللي ربونا، اللي بيشتغلوا معانا، اللي بيساعدونا في حياتنا، صديقتنا. دور المرأة مش أنا اللي هتكلم عنه، هي نصف المجتمع وبتربي ومسؤولة عن أجيال نصف المجتمع الثاني. فبحيي كل النساء النهاردة وبحتفل بيكم، ويا رب يا رب يا رب يكون ميز شو حاجة بتسعدكم، لأنه ده اللي أقدر أقدمه لكم. النهاردة هنعمل وصفات لذيذة، وصفات بسيطة جدا. دايما بتقولوا لي عايزين وصفات على قد الإيد، مكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة. هنروح النهاردة المكون، امبارح سافرنا لبلد، النهاردة هنختار مكون ونعمل ثلاث وصفات بنفس المكون. هنروح للعدس، العدس البني والعدس الأصفر. شوربة العدس طبعا معروفة، هنعملها طبعا رمضان داخل، كل سنة وطيبين، هنعملها بكذا طريقة. النهاردة هنعمل شوربة العدس البني بالسلق والسبانخ والبطاطس والحامض. دي أكلة لبنانية، شوربة سلق وعدس، فوائدها كتيرة هتكلم عليها خلال الحلقة، وليه منضيف الليمون الحامض على العدس وعلى السبانخ والسلق وإيه فايدتها. هنعمل سلطة عدس كمان. العدس ساعات كتير ما نفكرش إنه ممكن يدخل بسلطات ساقعة، هنعمل سلطة بسيطة وشهية جدا من العدس. وكمان هنعمل عجة من العدس، فريترز بالعدس الأصفر. أول وصفتين هيكونوا بالعدس البني، والوصفة الثالثة بالعدس الأصفر. النهاردة كل الوصفات فيجن، فلما بيأكلوش أي لحوم هيسعدوا إنه في وصفات مختلفة يقدروا يجربوها بالعدس. يلا بينا على المطبخ ونعمل أحلى الوصفات. هلو هلو حبايبي، النهاردة اخترنا مكون. كل فترة كده يا إما مسافر سفرية لبلد ونشوف المطبخ ده فيه وصفات إيه، أو بنختار مكونات جديدة أو مكونات موجودة في بيوتنا. أنا بحب كتير أني مكون بنستخدمه بطريقة معينة. يعني لما نقول عدس بنقول كشري، بنقول شوربة العدس الأصفر العادية. في بلاد الشام ممكن يبقى الحرة أصبعه أو المجدرة اللي هي رز وعدس. بس النهاردة هنعمل شوربة من لبنان، شوربة شهية جدا تتعمل برضو في بلاد الشام كلها بالعدس البني. هنسلق العدس عادي جدا، أنا هنا سلقة العدس، تعالوا أوريكم. نغسل العدس البني كويس ومنحط معاه المية. أنا بحب أحط عليه طبعاً دايماً رشة الكمون. العدس بقوليات طبعاً فوائده كتيرة. النهاردة ما إنه نتكلم عن العدس بس، هو بيعمل انتفاخ ساعات، فالكمون نكهته بتليق مع العدس. هتلاقوا بأغلب وصفات أي وصفة عدس في كمون، وبنفس الوقت زي ما قلت بليق مع الطعم وهو بيقلل الانتفاخ. فهنا عندنا مش حط حتى ملح ولا أي حاجة، سلقت العدس. بصوا أهو مش دايب، يعني مسلوق بس مش مهري زي ما عملنا بالحرة أصبعه. الشوربة دي مفيدة جدا، أنا ليا قصة مع الشوربة دي، وستات كتير أكيد هيسمعونا هيحسوا إنه ممكن تفيدهم. الحديد، فترة من الفترات الأنيميا كان عندي أنيمية حديد، كان بعد فترة تصوير طويلة وكنت بهمل بصراحة بأكلي خلال التصوير، ف لازم نحلل دايما، كنت بدوخ وبتعب جدا. فالحديد ده لما يقل بتقل طاقتنا جدا، يعني كانه ممكن كان حد شال الفيشه كده في اخر، يعني بدري كده الساعه 6 المغرب مفيش طاقه. فقالوا لي لازم طبعا تاخدي حديد، ودايما بنقول لازم توازن ما بين الاكل، يبقى اكلنا مليان العناصر اللي ناقصانا، وناخد طبعا الادويه، بس مصدر صحتنا الاساسي هو غذائنا. فقالوا لي عليكي بالسبانخ، وشوربه العدس اللي بالسبانخ، و سبانخ مليان حديد. احنا النهاردة عندنا هنا سبانخ وعندنا سلق، الاثنين دول برضو السلق بيستخدم في مصر بطرق مختلفة وببلاد الشام، بس الشوربة دي بيدخل فيها السلق او السبانخ او الاثنين مع بعض. الاثنين مليانين حديد، مليانين الياف، وطبعا مليانين فوائد، يعني مش مضطرين نتكلم قد ايه محتاجين ندخل الورقيات في اكلنا. هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم، تعالوا ناخد زيت الزيتون. هنضيف اول حاجة زيت الزيتون علشان جسمنا يمتص الفيتامين، سوري الحديد، محتاجين معاه فيتامين سي. حتى لما كنت باخد
الحديد كدواء ك يعني فيتامينات، كان الدكتور يقول لي لازم تاخدي معاه فيتامين سي. فلما نيجي عايزين نستفيد باكلنا من الحديد نضيف عليه الفيتامين سي. هبتدي بشويه بصل، ناخد عندي معلقه خشب خلاص، زيت زيتون، بصل، اعلي الحراره، نروح نوسع الحله دي كبيره، هوسع العين زي ما انتم شايفين هنا بيظهر على طول العلامتين دول، ده بيوسع العين، وبرده بزرار واحد هعلي الحراره لاعلى درجه. هنبتدي بالبصل والثوم، والاثنين دول طبعا فوائدهم برضو عاليه وهم مضادات حيويه طبيعيه. فهحط ثوم. الوصفه دي بتتعمل بكذا طريقه، يعني في ناس تقول لك انا ما بحطش كذا انا بحط كذا، في ناس ما بتحطش بطاطس، البطاطس هنضيفها النهارده، وهقول لكم كمان ان البطاطس عشان ما تحسوش بالذنب لما تاكلوا بطاطس كتير، احنا بنحب البطاطس مليانه حديد. فكنت بقول المعلومه دي لحد قالوا لي بجد البطاطس مليانه حديد، فبقول لهم البطاطس لما نقشرها ونسيبها كده بيحصل لها ايه؟ بتغير لونها، بتتأكسد او بتسود، لانه او السواد هو الاكسده. الاكسده دي دليل على انها مليانه حديد. فلما نضيف بطاطس ونضيف سبانخ ونضيف سل ونضيف العدس اللي مليان بروتينات والياف، وبالاخر نضيف عصير الليمون وطبعا الفلفل الاسود، من اهم العناصر اللي بتساعد على امتصاص بعض الفيتامينات. تخيلوا يعني انا مثلا ساعات باخد كركم، فالدكتور يقول لي كركم محتاج لامتصاصه فلفل اسود. هنا هنحط فلفل اسود، ملح، شويه كمون، مفيش بهارات كتير، ممكن نعملها بمرقه او من غير مرقه، مرقه خضار. فبكل بساطه هندبل كده الثوم والبصل، مش هنحمرهم. والبطاطس يا اما تكون نيه، لو نيه متقطعه مكعبات كده وبتبقى شاربه كل النكهات، لو نيه هنقلبها دلوقتي، يعني بعد ما نقلب البصل والثوم هنضيف البطاطس النيه. انا للتسريع للسرعه يعني على الهواء سلقتها ثلاث ارباع سلقه، فمش هضيفها دلوقتي تتهري، هنضيفها بمرحله لقدام شويه. فالاول بنقلب الثوم والبصل، ممكن نحط عليهم برضو الملح دلوقتي، بحسهم بيشربوا نكهه الملح في الاول، وطول ما احنا بنطبخ هندوق يعني. قلت لكم هنا مفيش اي ملح، رشه الكمون البسيطه. وصفه سهله جدا جدا جدا، مفيده جدا جدا بالشتاء، مفيده جدا جدا للستات اللي عندها نقص حديد. قلبناهم، ممكن كمان نحط رشه الفلفل الاسود، ناخده طازه، ده الملح وده الفلفل الاسود. طعم الفلفل الاسود وهو كده طازه بيبقى بسموه يعني اوبتيمم فليفر، في اقصى درجات نكهته، لانه بتفقد البهارات زيوتها العطريه ساعات لما بتطحن، وهو بنستخدمه كتير، فحلو انه يبقى عندنا الاداه دي في البيت. تسالوني عن ادوات المطبخ المهمه، دي للملح البحري والفلفل ممتازه، بيتحط فيها الفلفل صحيح سليم. خلاص قلبنا. هناخد دلوقتي العدس، قلنا البطاطس لو نيه هنحطها دلوقتي نقلبها شويه وهتتسلق جوه الشوربه. هناخد العدس، بتبقى مزازتها عاليه، يعني هنحط كميه حلوه من عصير الليمون. هضيف العدس، ممكن اخد دي كده كده كده، احنا محتاجين المرقه اللي اتسلق فيها او الميه اللي اتسلق فيها العدس، ونضيفها هنا. هضيف كميه الميه اللي انا محتاجاها، هي كلها هنحتاج الكميه كلها. البوتاجاز بصراحه هنا بيكو فيه خاصيه، لو الميه اتدلقت او اي سوائل اتدلقت هنا بيعمل هو بيقفل لوحده، لو حصل فوران نسينا حاجه على النار فعلى طول بيقفل. خلوني اطفي العين دي ونقلب هنا، شايفين بصل ثوم، حطينا رشه ملح وفلفل والكمون. طبعا اكيد هتحتاج ملح تاني، عندنا خيار من اتنين، ممكن نضيف مكعب مرقه، ممكن ما نضيفش، انا حابه اضيف مكعب مرقه خضار بيخلي طعمها كده ريتش اكتر، غني اكتر. وطبعا الكميه المكعب ده بيغطي تقريبا لتر ونص من السوائل، ودي كميه اكتر. فبعد ما احطه ادوبه هندوق ونتاكد انه مش محتاجين ملح. تعالوا ندوق،
لا طبعا محتاجين شويه ملح، هنضيف الملح. ودلوقتي هناخد البطاطس اللي قلت لكم مسلوقه 3 ارباع سلقه والعدس مستوي، فخلاص والشوربه او المرقه بتاعت العدس كانت بتغلي. مجرد حسقط دلوقتي البطاطس حديد، وبتخليها وجبه مشبعه اكتر، يعني مش محتاجين تبقى جنبها طبق تاني. خلينا نشوف الكميه دي حلوه جدا. دلوقتي تعالوا ناخد السلق والسبانخ، طبعا مغسولين كويس جدا جدا جدا، لانه ساعات كتير بالذات السبانخ بيبقى فيه رمله كتيره، محتاجين نغسله كويس في الحوض ونمشي الميه كذا مره وبعدين نصفيه كويس. هنقطعهم تقطيعه مش رفيعه قوي، هنشيل الستمز دي شويه الحته اللي تحت، وهنقطعهم كده تقطيعه كبيره لان دول طبعا هيدوبوا على طول جوه الشوربه لو طلعت لنا اي ورقه، مع انه احنا منقينهم بس ورقه صفراء او حاجه نشيلها. هناخدهم كده، دي برضو هشيلها، ودي الشوربه ابتدت تغلي. العدس ما انه مستوي لما يغلي اكتر هيتهري شويه، وده حاجه احنا عايزينها، بس مش عايزين نهريه في السلق، عايزين لما يغلي مع باقي المكونات. ممكن ارش رشه كمون كمان وبس. لما نرجع بعد الفاصل هندوقها تبقى غليت غلوه كويسه، ونظبط فيها الحامض اللي هو الليمون، في لبنان بيقولوا له حامض، ونظبط ملح فلفل كمون والحامض، ونغرفها ونعمل مع بعض فريترز، بيسموها الفريترز اللي هي العجه، عجه من العدس معاها خضار تانية كتير بنكهات هنديه، وهنعمل جنبها دب كده حاجه نغمس فيها العجه شبه الرايته. عملنا الرايته قبل كده، سلطه الزبادي اللي فيها كزبره وثوم وفلفل حراق. يلا بعد الفاصل تكون الشوربه غليت ونعمل كل الوصفات دي مع بعض. قبل الفاصل حطينا السبانخ وحطينا السلق مع الشوربه، خلاص هي بتغلي كده. هنظبط زي ما قلت لكم الكمون، نكهه الكمون، اللي ما بيحبش كمون ما يضيفش. انا عارفه ممكن لبنانيين كتير اتفرجوا علينا بيقولوا لي ما متحطش فيها كمون، انا بحب نكهته معاها، ف ده كمون لانه انا حاطه هنا جرام مساله وكاري، فمش عايزه اتلخبط كده. رشه كمون ووقت الليمون، هنضيف عصير الليمون الطازه كميه، يعني دي تقريبا هنضيف نبتدي نص كوبايه وندوق الطعم، وهنزود الفلفل الاسود كمان. لا مظبوط تقريبا يعني اقل من نص كوبايه. طبعا المزازه مش من النكهات المفضله قوي لاحظت في المطبخ المصري، هي اكتر في المطبخ الشامي، بس فعلا فعلا بتطلع مع الشوربه دي حلوه جدا. سبانخ يحب اصلا نكهه الليمون، هنضيف قلنا الفلفل الاسود علشان الامتصاص، والشوربه خلصت. العدس مستوي، البطاطس 3 ارباع سلقه استوت مع تاني غلوه على طول، السبانخ والسلق مش عايزين نهريهم، خليهم فريش كده وطازه. ناخد طبق ونغرف، اقلبه تقليبه كده. شفتوا سهوله الشوربه دي؟ تطلبوا مننا وصفات سهله وسريعه ومغذيه. هطفي النار، تعالوا نغرف. اللي بيحب الليمون الزياده، او مثلا خلينا نقول انتوا في البيت ممكن ما يستسيغوش طعم الليمون الكتير، ضيفوا شويه عشان الامتصاص، وممكن نقدم جنبها شرايح من الليمون اللي يحب يزود. وصفه فيجن النهارده، لما كنت حاطه على الانستجرام الصبح انه بنعمل الوصفات دي، ناس كتير بعتوا لي شكرا، لانه احنا ما ناكلش خالص لحوم ومحتاجين وصفات، احنا نباتيين محتاجين وصفات ننوع فيها بمكونات مش غالية. الوصفة دي بقت جاهزة، وادي طبق شوربة السلق والسبانخ والعدس، هنضيف ممكن جنبها زي ما قلت لكم شريحة من الليمون،
للي بيحب يزود. تمر خالص، نحط الليمون هنا جنبها، نقطع دي تاني. احنا في بلاد الشام مش بس بنحب الليمون، انا ممكن اكل الليمون كده بقشره، طبعا غسلينه كويس. بحب طعم المرار اللي فيه، بالذات الليمون الأضاليا ما بيبقاش فيه المرارة القوية. فيتامين سي يا جماعة احنا محتاجين له جدا 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 فترة الشتاء وفترة الكورونا بالذات. وعايزة اقول لكم معلومة عن فيتامين سي، ان هو ما بتخزنش بجسمنا. كنت بعمل كده بحث من كام يوم، محتاجينه يوميا، محتاجين اكلنا يبقى فيه فيتامين سي. ومش غلط كمان نحرص انه ناخد الجرعة الكاملة عن طريق السبلمنتس الفيتامينز علشان نبقى مناعتنا قوية. بنتكلم دايما على المناعة. طب دلوقتي عايزين نعمل الفريترز. الفريترز اللي هي العجة، هنستخدم العدس الأصفر المسلوق. ده العدس الأصفر اللي بنعمل منه شوربة العدس التقليدية اللي كل بلاد العربية بيعملوها، وهو ده العدس الأصفر. على فكرة في أنواع عدس كتير، بالذات في الهند، في العدس الأخضر، في عدس كمان البني بيبقى أكبر كده، في عدس صغير كده زي اللوبيا شكله، في أنواع عدس كتير. إحنا مشهور عندنا البني والأصفر. هنسلق العدس، أنا طبعاً ده بياخد وقت. ده العدس، هنسلق العدس مع مية كل بساطة، بعدين نصفيه ونشيل المية منه تماماً علشان ندخله في العجة. العجة دي قلت لكم هعملها بالنكهات الهندية، أوكي؟ يعني دي برضو من الحاجات اللي أنا فكرت فيها. نسألوني دايماً إزاي بنطور وصفات، هي مش طور وصفات، فكرة إنه هندخل العدس في عجة. ممكن أخدها نكهة إيطالي، ممكن أخدها أي نكهة أو شرقي، بس العدس مكون أساسي في المطبخ الهندي. يعني الدال اسمه دال، هتلاقوا أنواع دال كتيرة، فحسيت إنه بيليق معاه جداً النكهات الهندية. فتعالوا نضيف مع بعض نكهات هندية. هنحط العدس اللي مسلوق، احنا بنسلقه اهو، خليني احط الحلة على النار وبرضه نوسع الحرارة ونحطه على اعلى حرارة. هنحط العدس، فلتكن دي كمية العدس. هضيف عليه برضه بطاطس. العدس مليان الياف على فكره، مليان بروتين للنباتيين، بيستعيدوا عن غياب البروتينات الحيوانيه بالعدس والحمص والبقوليات لانه مليانه بروتين نباتي. هنضيف عليه بطاطس مهروسه، مسلوقه او مهروسه، ممكن تبشروها او تهرسوها، دي مبشوره. طيب كده احنا نشويات فيها حديد، الياف، بروتينات الى اخره. محتاجين الخضار اللي هيليق معاه برضه، الجزر، هندخل جزر مبشور، وهندخل كمان كوسه مبشوره. النهارده قعدت اقول عندنا ايه حتى خضار طازه، الكوسه دي ضفتها في الاخر هي والقرع. يعني ممكن تدخلوا اي نوع خضار انتوا بتحبوه. وعندنا كمان القرع، القرع ما سلقناهوش، والكوسه مش مسلوقه، والجزر هي احنا سلقنا بس البطاطس والعدس. القرع الاصفر الطازه زي ما انتوا شايفين لما اتبشر هو طري، ولما يستوي دلوقتي هنقلبها كده في الطاسه هيدبل على طول. والقرع بيضيف حلاوه للطعم ده، لانه فيه القرع العسلي احنا بنسميه. هنضيف عليهم كمان بصل، بصل احمر ابيض، ما يبقاش كبير قوي. وهنضيف كمان ثوم، خلوني اخد بس المعلقه هنا. النهارده الثوم داخل معانا في الثلاث وصفات. هضيف الثوم، وهنضيف البهارات اللي قلنا عليها اللي بتودينا للمطبخ الهندي. عندي هنا جرام مسالة، بس واحنا شغالين كده عايزه احمص البهارات، حبه تكستشر، حبه يبقى له ملمس كده بيقرمش. فهحط الكمون الصحيح، دايما بقول لكم احنا بنحب انا بحب احمص البهارات اللي هضيفها. فعندي الكمون الصحيح وعندي الكزبره الناشفه، حاجتين احنا بنستخدمهم مطابخنا، بس لما نضيف عليهم الكاري والجرام مسالة هيتحولوا للمطبخ الهندي. الكمون والكزبره الناشفه يسخنوا كده بس، ياخدوا تحميصه، وبهون صغير نكسرهم. هضيف ايه دلوقتي؟ هضيف جرام مساله، خلطه بهارات هنديه بتتباع عند العطارين في السوبر ماركت. هضيف كمان بابريكا. البابريكا برضو مش مكون هندي لوحدها كده، لما تتخلط مع باقي المكونات اهو بابريكا. هنضيف
كمان كاري، الكاري طبعا موجود في كل العطارين وفي السوبر ماركت، معلقه صغيره كاري، والكركم، الكركم مفيد جدا جدا. يلا اعمل لكم اختبار، هنضيف ايه على الوصفه دي عشان يساعدنا على امتصاص الكركم بالذات وفوائده اللي هي انتي انفلاماتوري، مضاد للالتهابات، بس احرك ده، مضاد للالتهابات وبيقوي المناعه. هنضيف الفلفل الاسود، يا اما هنطحنه كده طازه زي ما شفتوا، او اول باول نطحنه فريش كده يبقى قدامنا في المطبخ. طيب عشان تبقى عجه محتاجين نضيف دقيق وبيضه، هضيف الاول بيضه والدقيق اهو، نضيف البيضه، هبتدي ببيضه، لو احتاجنا اكتر ما بحبش هي بتربط، ما بحبش ازود البيض من غير داعي، فهنضيف البيضه وهنضيف دقيق، هضيف معلقه، اثنين، ثلاثه، اربعه دقيق. احنا عندنا البطاطس نشويه وبرده هتساعدنا انه الخليط ده كله يتربط في بعض. هنعجنها بايدنا، فهلبس بس الجلوفز. في البيت اغسلوا ايديكم كويس واستمتعوا وتعملوا الاكل بايديكم بحب. فانا هنا دلوقتي هبتدي اعجنهم. خلاص شايفين ابتدى يطلع منها البخاء، يعني الدخان، يعني اتحمصت. خلينا بس نعجن الخليط ده ونشوف هنحتاج عليه. احنا ما حطيناش ملح كمان، انا ممكن اضيف الملح، اكيد هيحتاج الملح. دايما اختاروا اختيارات صحيه كمان في الملح، يبقى ملح مصدره بحري او صخري ومتوفر في مصر جدا. هنعجن كل الخليط ده، وخلال الفاصل هطحن البهارات دي. هطحنها في ايه؟ خليكم معايا. هطحنها يا اما بالكبايه يا اما هنحطها هنا بكل بساطه كده اهو، ونطحنها كده. ريحتها تجنن، يعني فرق ما بين لما كانت نيه ودلوقتي. عايزين بس نكسرها تكسيره خفيفه، اشيلها من على البوتاجاز خالص لانه ما طفتش. اوكي، وهضيف الخليط ده هنا، هيديني قرمشه حلوه. هعجنها كويس واروق المطبخ، نرجع بعد الفاصل نشكلها ونحمرها في الزيت ونعمل لها سلطه. مش هنحمرها بزيت غزير، يا دوبك كده نشوحها ونعمل جنبها الديبنج صوص اللي هو مستوحى من سلطه زبادي الرايته الهنديه. خلطت الخليط في الفاصل ودقته كده، لقيته محتاج رشة ملح، ضفت له رشة ملح. ممكن دلوقتي نشكله على شكل كده زي الأقراص. وعلى فكرة الوصفة دي ممكن تحضروها وتفرزنوها، يعني تحطوها على صينية لما نيجي نعمل تجميد للحاجات اللي بتبقى طرية كده، من حطها على صينية ومندخلها الفريزر تجمد كل قطعة بعيدة عن التانية لحد ما تبقى خلاص زي الحجر، جامدة جدا. نقدر بعدين نحطها، نطلع الصينية دي ونحطهم بأكياس زي الطعمية، نطلعها في أي وقت ونقليها. ممكن تحطوها بالإير فراير، أنا مش هعمل ديب فراينج. كل حاجة تقريبا هنا يا إما مستوية يا إما هي الخضار تتاكل، يعني الجزر، القرع، الحاجات اللي بتستوي بسرعة. ممكن كمان تخزنوها زي العجينة كده، بس ما فضلش زي عجينة الطعمية. ساعات كتير ناس بتخزن عجينة الطعمية بكيس زي ما هي، بحس العجينة دي هنا ممكن يبقى فيها مية لما تطلع، فأفضل ناخد وقتنا شوية الأول نشكلها نفرزها بعدين نحطها بأكياس. حلوة قوي على فكرة دي في رمضان على السحور، حلوة جدا. واللي بيحب الأكل الهندي الحراق ممكن نضيف اللي هو الشطة البودرة، تديها طعم حلو. فالنهاردة عملنا أول زي ما انتم شايفين شوربة العدس على الطريقة اللبنانية، وبعدين دلوقتي بنعمل الفريترز بنكهات، أو العجة بنكهات بالعدس الأصفر، نكهات هندية. تعالوا على طول دلوقتي أنا حاطة الطاسة تسخن على النار، كفاية الكمية دي.
هنحط زيت نباتي عادي. عايزه اقول لكم انه هي تليق قوي كمان مع السمنه بالهند، يعني بيستخدموا كتير جدا الجي، هتلاقوا وصفاتهم مليانه سمنه، فالسمنه صحيه جدا على فكره. هنحمرها، بس كل الدهون لازم نستخدمها باعتدال، كلها سعراتها واحده. بس زمان جت فتره كده وكانه اصبحت السمنه يعني عدو الصحه، هي مليانه فوائد، وبالذات اللي بتيجي بقى من المناطق الريفيه بيبقى طعمها يجنن. نبتدي نحمرهم علشان نعمل الرايتا اللي قلنا عليها. الرايتا هي سلطه هنديه بالزبادي، بتبقى خفيفه جدا قوامها، يعني احنا هنضربها دلوقتي يا اما بالخلاط بالفود بروسيسر او بالهاند بلندر، وبيبقى معاها نكهات كلها خضره، يعني خيار، كزبره، نعناع، ممكن يتحط لها فلفل حراق، هي لازم يتحط لها فلفل حراق، بس كل النكهات بتليق مع بعض، والخيار بيبرد الحرقان ده، دايما الخيار بيلعب الدور ده، بيقلل حده السبايسينس. هنحط دي هنا، اعتقد كده ما عندناش مكان لحاجه تانية. هوسع العين و هنشوف الحبايه دي هنلحق نعملها ولا لا. طيب انا الزبادي عندي اهو، عندي الزبادي، هنقطع خيار، كل ده هيتضرب بالهاند بلندر او الفود بروسيسر. هنضيف خياره، هقطعها كده تشانكس بس، وهاخد كزبره. تعالوا نشوف السؤال اللي بتساله دايما، الكزبره يا شيف والبقدونس، ده واحد بقدونس وواحد كزبره، غششتكم اهو. البقدونس ورقته بتبقى متقطعه اقل، الكزبره اكتر، الكزبره ورقتها انعم من البقدونس وريحتها مميزه. اللي بتلخبطوا بين البقدونس والكزبره مجرد بس لو خدوا ورقه واحده وشموها هيعرفوا، ريحتها مميزه. هنحط الكزبره وهنحط ورق النعناع وهنضيف الفلفل الحرق، انا هضيف واحده بس، مش عايزين ننسى الفريترز العجه، مش عايزينها تتحرق، فهبص عليها قبل ما نخلط. انا بحب الحرق، فضيفه الفلفل الاخضر بالبزر بكل حاجه. تعالوا بس نبص على العجه، هتجنن، ابتدت تاخد لون، هو ده اللون اللي احنا عايزينه الذهبي. اقلبهم بس بحذر لانه انتوا شفتوا احنا ما ضفناش غير بيضه واحده، مش عايزاه يطلع طعمه اجي يعني، او ساعات في ناس ما بتحبش حتى يبقى زفاره البيض، والناس اللي عندها حساسيه من البيض ممكن تكتفي بالدقيق على فكره، ممكن تزود كمية الدقيق. خليهم ياخدوا لسه تحميرة أكتر، ونرجع للرايتة. بس أشيل دول من هنا. هنضيف طبعا زبادي، خيار، توم وفلفل حراق، متخيلين الطعم، كزبرة، كمية توم حلوة، طبعا ملح برضو، وهناخد الهاند بلندر أو بالفود بروسيسر زي ما انتوا عايزين، وهنطحن كل الكلام ده. بحب الهاند بلندر لانه مش لازم اقعد انقل الحاجه، لو انا حاطه طبق فيه الزبادي هضيف عليه كل حاجه زي ما عملت، وبكل بساطه دي بتتفك وبنغسل القطعه دي بس. وانتوا عارفين اني بحبه كمان عشان الحاجات اللي بتبقى سخنه لما نطحن الشوربه الى اخره من غير ما نضطر نستناها تبرد. خلاص شايفين لونها حلو ازاي، الخضار ده ومنعشه، الخيار بيديها كده زي ما قلت لكم طعم كول، والفلفل الحراق تعالوا نمدقها، وشايفين قوامها، ده قصدي السوائل اللي في الخيار هتخليها لوس. يعني انا من عشاق الرايته مع البرياني ومع الاكل الهندي ومع الدال، فشهادتي مجروحه تجنن. حضرنا طبق التقديم، تعالوا نحط الرايته هنا،
شايفين قوامها اهي. ونروح نبص على الفريترز. الله، لونهم يجنن، هو ده اللون. طبعا واخدين اللون الحلو ده مش بس من العدس، من الكاري وكمان الكركم اللي ضفناه. انا الوصفه دي متحمسه لها كنت جدا، لانه العدس الاصفر موجود في البيوت، وتقريبا ما بنعملش منه غير اعتقد وصفه الشوربه، وفي كشري اصفر صح، انا مجربتوش بس انا عارفه انه موجود. غير كده تقريبا ما دخلوش في اي وصفه، فتحمست ليها جدا. عايزه اجيب بس نطلعها الاول على مناديل تشرب الزيت، بعدين نحطها في طبق التقديم. ممكن نطلعها هنا، وممكن نحط جنبها في طبق التقديم كمان لحد بس ما تستوي شويه كزبره كده، ونحط كمان قطعه ليمون. مش غلط، اللي بحب ساعات كتير العدس، في ناس بتضيف على شوربه العدس، ما اعرفش انتم من انهي فريق، كل بيت في اللي بيضيف ليمون، في يقول لك لا ما احبش معاها ليمون. وممكن نضيف كمان فلفل حراق، شكله حلو مع الطبق. يلا هنطلع اللي اتحمروا، خدوا لون يجنن اهو. بنقلل بالمناديل، شايفين بتتشرب الزيوت، وبرده بتتعمل بالاير فراير، تدهنوها بشويه زيت وتدخلوها على الاير فراير. دي خلاص كمان، دي خلصت. خلي دول ياخدوا لون شويه، وتعالوا نغرف دول في طبق التقديم، نحطهم كده بشكل حلو. شايفين عملنا من حاجه في بيوتنا كل المكونات، ممكن اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عندهم كل المكونات دي في البيت، عايزاهم يجربوها. طبق تاني ينفع فطار في الاجازه، ينفع سحور في رمضان، ينفع زي السمبوسك برضو في رمضان. سهل جدا وفوائده عاليه جدا جدا جدا، وتكلفته مش عاليه خالص. يلا نكمل دول ونرجع بعد الفاصل نعمل ايه؟ نعمل سلطه عدس. دي لسه محتاجه شويه حاسبها. سلطه عدس فيها خضار كتير ونكهات كتير، وبدريسنج شهي جدا 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 وسريعه. فهنعمل السلطه وهندوق مع بعض، واقول لكم كل طبق دخل فيه العدس بشكل مختلف طعمه ايه، وتتوقعوا ايه لما تعملوه. استنونا بعد الفاصل. عملنا شوربة العدس بالسبانخ والسلق والبطاطس، عملنا فريترز عجة من العدس الأصفر، ودلوقتي هنعمل سلطة عدس. زي ما سألنا العدس للشوربة الأول هنصفيه، ما حطيتش فيه أي حاجة غير رشة الكمون مع المية وصفيته. وهقول لكم الخضار اللي هنضيفها عليه علشان نعمل الشوربة: بقدونس، بصل أخضر لو موجود، لو مش موجود احنا كده كده حاطين بصل أحمر متقطع بيليق جدا مع الوصفه، بس دايما بصراحه لما يبقى البصل الاخضر موجود انا من انصاره، يعني بيدي فريشنس ونكهه طازه كده حلوه للاكل، وهو دلوقتي في الموسم بتاعه. خلاص قطعنا البصل الاخضر، بحب جدا كمان معاها الفجل، هاخد الفجل، والفجل بيديها نكهه بيبري. يعني ايه؟ بتحسوا كده انه الفجل فيه نكهه فلفل مش حراق، بس بيسموها بيبري نوت. يعني لما حد يوصف الاكل، الراديشز بتدي النكهه الحادقه شويه، اسمها شارب، يعني قويه على اللسان، حاده شويه بالظبط. شكرا يا كنترول. الحاده نكهته حاده شويه، فمش هنضيف كتير، هضيف قطع صغيره وكميه قليله. لازم لما نحط الخضار او المكونات نحطها بتوازن، قد ايه طعمها بيفرق
جوه الاكله. فمنضيف كل حاجه على قدر طعمها. فقطعنا كده الفجل. طيب تعالوا نجيب، نشيل دول من هنا ونجيب الطبق اللي هنخلط فيه واحط فيه الخضار اللي قطعناها دول الاول عشان افضي مكان. هاخد البقدونس والبصل الاخضر والفجل. هنضيف العدس، ده كيس عدس مسلوق مستوي بس مش دايب علشان يفضل جوه الدريسنج. ممكن تتعمل السلطه دي على فكره وتتساب في الثلاجه وبتشرب الطعم الدريسنج كل ما تقعد اكتر كمان. فحطينا كده البصل الاخضر، الفجل، البقدونس، هضيف خيار. سلطه مفيده جدا وحلوه في العزومات على فكره، ونوعا ما جديده، جديده على العزومات بتاعتنا، بقت موجوده في مطاعم كتير وبتتعمل في اماكن كتير بس حلوه ندخلها في العزومات وبتقعد شويه. حطينا خيار وطماطم، هنحط فلفل الوان فليكن الاحمر، ممكن نحط الاصفر. عندنا البصل الاحمر، البصل الاحمر حلو جدا مع السلطات. هضيف البصل الاحمر. الثوم هيتضاف بس في الدريسنج، في التتبيله بتاعه الدريسنج اللي هنضيفه. النعناع، النعناع من الحاجات الاساسيه بالسلطات دي طبعا، يعني مش محتاجين اقول لكم نكهه وريحه النعناع الحلوه زي لما نضيفه على التبوله، مفيش تبوله من غير نعناع. كل اللي ضفناه ده متوفر من عند الخضري، يعني لما نروح الخضري نشتري كل الحاجات دي، مفيش مكونات مش موجوده. هضيف النعناع وهنضيف دلوقتي الرمان. الرمان بيديه الحلاوه وبيديه المزازه كمان. ادي الرمان، ولسه والله موسم الرمان لسه مكمل. طيب هنضيف ايه تاني؟ ممكن نضيف للون فلفل اصفر، الالوان ده وبيدي برضو طعم حلو. هناخد برضو الفلفل الاصفر. خليني اجيب الطبق كده ونقطع هنا. ممكن تضيف فلفل اخضر. انا هنا بقول لكم يعني لما كتبت الوصفه دي قعدت افكر ايه اللي بيليق مع بعضه وايه اللي متوفر وايه اللي ان سيزن، فممكن تدخلوا العدس في وصفات كتير. ليه ما نحطش العدس مع البقدونس ونستبدل البرغل في التبوله بالعدس؟ صدقوني هتطلع حلوه. جربوا كده، فكروا اوتسايد ذا بوكس، بره الصندوق. طيب دي الخلطه اللي عندنا، تعالوا نعمل التتبيله. نحط ده هنا وناخد الطبق اللي هرسنا فيه الثوم اللي استخدمناه في ثلاث وصفات في الحلقه، الهون اللي هرسنا فيه الثوم ولسه فيه الثوم، نعمل فيه الدريسنج. هنحتاج ايه؟ طبعا انهي زيت هستخدم؟ زيت الزيتون. الثوم موجود هنا في الهون، معلقه ثوم. هنحط كميه عندنا كبيره، محتاجين كميه كبيره من زيت الزيتون. وهناخد عصير الليمون، محتاجين برضو عصير ليمون كميه كبيره، فهحط اللي فضل من الشوربه ونعصر مع بعض اللي قطعناها للتقديم جنب الشوربه. محتاجه السلطه دي تبقى مززه، والمزازه برضو هتيجي من الرمان. اختياري هتضيفوا مسترده ديجون، برضو طعمها زي الفجل، فيها الحاد زي ما قالوا لي الكنترول. هنضيف معلقه، هنضيف شويه ملح، وهنضيف رشه الفلفل الاسود. عاده ما بضيفش بدريسنجز كتير فلفل اسود، بس عايزين نمتص كل الفوائد هنا. ونقلب. الدريسنج ده حلو مش بس للسلطه دي، لسلطات كتير تانيه. هقلبه، شيل الاطباق الفاضيه، نحضر نفسنا انه نحط الدريسنج على السلطه ونخلطها. الهون ده تقيل بس انا بحبه بصراحه التقليدي. نحط الدريسنج كله وهنقلب السلطه. مش هحكي لكم عن حلاوه الالوان. اتاكد بس انه العدس كله، كل المكونات اختلطت، والبقدونس اهو بتقلب معانا. هندقها. احنا دلوقتي مش بس لايف على الهواء، احنا لايف برحب بكل الناس على الفيسبوك وعلى الانستجرام على صفحات القاهرة والناس.
تعالوا، مش محتاجين طبق تقديم، انا كل اللي هعمله اسيبه بالطبق ده، واخد شويه براعم الخضار دي، البراعم الكزبره وبراعم الجرجير والفجل، مش اساسيه بس موجوده، ولما تبقى موجوده بحب استخدمها، فيها فوائد وشكلها يجنن. ادي الطبق ده، وعدتكم انه ندوق، فحالا بسرعه مع بعض هندوق الشوربه كده بس، واقول لكم قد ايه البطاطس تبقى شاربه النكهه، تجنن. نكهتها ليمون وشاربه الكمون وشاربه كل نكهات العدس البسيطه اللي بنحبها. تعالوا ناخد واحده من العجه. الكنترول بصلني في اللقمه فكحيت، قاعدين بيقولوا لي قصري عشان عايزين ندوق. الصراحه بحيي كل الامهات وكل الستات وكل العاملات في اي مجال، بحيي الكرو اللي انا بشتغل معاه كله، بس النهارده يسمحوا لي احيي جميع النساء اللي في كرو القاهره والناس، وخصوصا في ميز شو. وعايزه اقول لكم انه العجه دي طعمها يجنن. اخر حاجه هدوقها يا كنترول، هدوق بقى النهارده، هدوق السلطه واقول لكم. فريش، عارفين نعناع، بصل اخضر، فجل، سلطه فريش، فريترز، عجه تجنن، نكهات هنديه واضحه وصريحه. الشوربه اللبنانيه النهارده عملنا فيوجن حلو. كل عام وكل يوم وكل ساعه وكل مرأة بألف خير. يا رب دايما 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 نحتفل مع بعض باليوم ده واحنا بصحه وسلامه. بحييكم واشوفكم بكره ان شاء الله. باي.